السادة الأحبة الكرام، عود طيب مبارك لآيات الأحكام، والقرآن كيف لا وهو سيد الكلام، وهو ذكر الملك العليم العلام. قال رب العزة عنه في كتابه القرآن: أي كرة كل آن ومكان وزمان. وسماه ربنا بالفرقان، أي أنه يفرق بين الحق والباطل. وقال نبينا المصطفى العدنان: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما طلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. وقال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال نبينا الهادي: حسنوا أصواتكم بتلاوة القرآن. فهيا بنا يا أهل الخلق والعلم والإيمان، ونحن نجتمع اليوم من إحدى قصور الضيافة لأولاد عبد الوهاب وسعد ببيشة قايد، في ليلة تكريم راحلنا الكريم الحاج رضوان عبد الجواد العزوني. نشارك الأسرة الكريمة جميع عائلات العزوني، نشارك نجليه الكريمين الأستاذ صبري رضوان والأستاذ محمد رضوان، ونشارك أشقائه الحاج محمد عبد الجواد العزوني والحاج أمين عبد الجواد العزوني والحاج فرحات عبد العزيز العزوني. هيا بنا أهل الإيمان لنستمع لقارئنا وشيخنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي شميس، القارئ وابن القارئ والعلم وابن العلم، داعين الله له بالتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحانك رب العزة ما في دابة في الأرض إلا وتسبح باسمك لما تيسر من آيات سورة الحشر ومن خواتيم الآية ومن خواتيم السورة وهي سورة مدنية وهي إحدى السبع المسبحات أمتعنا بتلاوتها العلم ابن العلم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي محمود شميس العلم القرآني وابن العلم القرآني وابن مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من إحدى قصور الضيافة المتنقلة للشركة العالمية لإقامة الحفلات الدينية
أولاد عبد الوهاب وسعد، فراشة فندقية، إنارة ذهبية، هندسة إذاعية عالمية، واجبات ضيافة فندقية. مصورنا الليلة وعمدة المصورين منتدى سفراء القرآن الكريم مهندس ناصر صلاح، باسم أسرة راحلنا الكريم، باسم كل آل العزوني، نشكر إلى كل من شرفنا بواجب العزاء، وشكر الله سعيكم جميعاً.